نعم بيع التجسيد السيارات، تأتي سيارة للمعرض صاحب المعرض ثم يبيعها صاحب المعرض على شخص، والشخص يقصدها على واحد، زين يا شيخ؟ نعم. صاحب السيارة اللي اشتراها يبيعها ثم تعود لصاحب المعرض من جديد يا شيخ، وقد تعود لصاحب المعرض أكثر من مرة ومرتين، ما رأيك في هذا الموضوع يا شيخ؟ أرى أولا أنه لا يجوز هذه المعاملة، أن يأتي شخص للتاجر ويقول أريد منك سيارة بالتقسيط، ثم يأمره التاجر إلى بالذهاب إلى المعرض ويختار ما شاء من السيارات، ثم يرجع إلى التاجر ويقول أختار السيارة الفلانية فيشتريها التاجر من المعرض ثم يبيعها على هذا المحتاج. هذه حرام ولا شك أنها حيلة، فإن التاجر بدلا من أن يعطي هذا الرجل قيمة السيارة نقدا ويقول هي عليك بأكثر إلى سنة، لا فرق بين هذا وبين أن يقول اذهب واشتري السيارة ثم لي ثم أبيع عليك. واعلم أن المعاملات بالحيلة أشد إثما من المعاملات الصريحة، لأن الذي يتحيل على المحرم يكون قد فعل محرم وقد خدع الإسلام وشابه اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والمثل واضح يا جماعة، هذا رجل احتاج سيارة من معرض قيمتها 50,000 ريال، ثم ذهب إلى التاجر وقال إني احتجت إلى سيارة قيمتها 50,000 ريال، أقرضني 50,000 مقسطة كل شهر 2000، فأقرضه 50,000 نقدا مؤجلة كل شهر كم؟ 2000 ريال، واشترى الرجل السيارة ومشى. هذه ما فيها شك انها حرام، لانها دراهم بدراهم مع الفضل والتاخير، يعني الفضل الزياده. اي فرق بين هذه الصوره وبين ان يقول التاجر اشتري السياره من اجلك ب50,000 نقدا واعطيها المعرض ثم ابيع عليك 70,000 مقسطه الى 3 سنوات مثلا؟ اي فرق بينهما في الصوره؟ لا فرق في الواقع. لا تجعلونا نلعب على الله عز وجل، لا فرق تماما، بل هذه أخبث، لأن هذه حيلة على الربا، والأول ربا صريح، فاعل الربا الصريح يشعر بأنه أتى معصية ويخجل من الله عز وجل ويحاول أن يتوب، وهذا الذي تحيل على الله يرى أنه في حل مما فعل فلا يشعر بالخجل من الله عز وجل ويستمر على ما هو عليه. ولا فرق بين الصورتين. ولا يغرنكم كثرة التعامل، كثرة التعامل هذا ليس بحجة، لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويقول عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالمسألة واضحة جدا أنها حرام، حتى وإن أفتى بعض الناس بحلها فهو خطأ، والعاقل يعرف أيما أعظم، هذه الحيلة أو حيلة اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فأذابوها أولا ثم باعوها وأكلوا ثمنها. الحيلة التي ذكرت لكم أشد من هذه الحيلة، لأن اليهود ما أكلوا الشحم، بل ولا باعوا الشحم، وإنما أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. إذن البيع على هذا الوجه حرام ولا يجوز، حتى لو أكل الإنسان خفاف الإبل فلا يتعامل هذه المعاملة. نعم.